أكد وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين المشارك في أعمال قمة المنتدى العالمي للقيادات السياسية النسائية 2023 والمنعقدة في بروكسل أن مملكة البحرين شهدت تقدماً نوعياً ونموذجياً على صعيد تمكين وتقدم المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار السياسي والتنمية الشاملة. حول هذا الموضوع تنضم إلينا من العاصمة البلجيكية بروكسل سعادة الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى سفير مملكة البحرين في المنتدى العالمي للقيادات السياسية النسائية. إذن نرحب بك دكتورة ابتسام في نشرة الثالثة. ما هي أبرز المداولات التي جرت في القمة؟ وأيضا كيف أسهم وفد مجلس الشورى في نقل تجربة مملكة البحرين على صعيد تمكين وتقدم المرأة في العمل البرلماني والسياسي؟ بداية طبعا نشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، واليوم احنا في ختام اعمال مؤتمر قمه المنتدى العالمي للقيادات السياسيه النسائيه، وهذا المؤتمر ينظم المنتدى في ذكرى تاسيسه العاشر، فاليوم هي الذكرى العاشره، وذلك بالتعاون طبعا كان مع البرلمانين الاوروبي والفدرالي البلجيكي. والمؤتمر ياتي تحت عنوان اهميه التمثيل، طبعا التمثيل النسائي. خلال يومين اليوم وأمس ناقشنا التمثيل النسائي وكيفية أيضا تحضير ودعم المرأة لمراكز مواقع اتخاذ القرارات السياسية، وأيضا بدورنا طبعا استعرضنا من خلال لقاءات والنقاشات في المنتدى التجربة المميزة الحقيقة والفريدة لمملكة البحرين بين دول العالم. كان ذلك على صعيد دعم تمكين المرأة في المرحلة السابقة، والآن نحن في مرحلة تقدم المرأة في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات، بالإضافة إلى التوجيهات السامية من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم الذي تجده المرأة في كل مكان وغير محدود. هذا الدعم غير محدود من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأيضا المبادرات الرائدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سليكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها. خلال هذه المشاركة في المنتدى أشرنا إلى الخطة الوطنية لتقدم المرأة، وهذه الخطة تعتمد طبعا على المؤشرات وعلى قياس الأثر بعد انتهاء مدة التنفيذ، وبالشكل الذي يضمن استدامة تطور وارتقاء المخرجات ضمن عملية التنمية الشاملة. ويعني الحقيقة جميعا نحن نعمل في البحرين نحو خطة الحكومة لعام 2030، بالتالي تشهد مملكة البحرين اليوم انتقال المرأة البحرينية من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم، وأيضا نجد إسهاماتها العديدة في هذا التقدم، وهو ما نشهده اليوم من خلال تقلدها لخمسة حقائب وزارية. وصلت نسبة تمكينها في السلطة التشريعية إلى 23%، مما يجعلها تحتل موقع هام في اتخاذ القرارات، وأيضا مساهمة فاعلة في التنمية المستدامة، وخاصة استيفاء مملكة البحرين للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بما يتعلق طبعا بالتوازن بين الجنسين. خلال هذه المشاركة الحقيقة أكد وفد البحرين على التطور النوعي كما ذكرت والنموذجي للمرأة البحرينية في مجالات العمل البرلماني والسياسي، وأيضا بالنسبة إلى السلطة التشريعية كان لها دورا هاما جدا في استحداث وتطوير التشريعات الخاصة بالمرأة من خلال التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية والخطط الوطنية للنهوض بالمرأة وتقدمها. يعني الحقيقة أننا نمضي وفق منهجية حضارية وعصرية، هذه أصبحت نموذج تستشرف به مختلف دول العالم. فتجربة البحرين هي تجربة طريدة من نوعها، ونحن نتطلع جميعا إلى موروثنا الثقافي، يعني العالم يتطلع إلى هذا الموروث بالكثير من الاحترام. من العاصمة البلجيكية بروكسل سعادة الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى سفير مملكة البحرين في المنتدى العالمي للقيادات السياسية النسائية، شكرا جزيلا لك.